تقترح أول حكومة بعد رئاسيات جرت في ظروف خاصة مخطط عمل يرسم رؤية لنمط التسيير في الفترة المقبلة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني. شبه إجماع عند النواب أن مضمون المخطط طموح ومتكامل يجسد الرغبة الشعبية، لكنه يفتقر لآليات التطبيق على أرض الواقع. لما درسنا المخطط وجدنا عبارة عن رؤى، عن أهداف عامة، عن مقترحات عامة جاء يعني نثمنها، فيها الكثير من الإيجابية ولكن يعني لا تكفي وحدها. احنا نتعامل بإيجاب مع هذا المخطط وننتظر تزيد على أرض الواقع، لأن يعني حتى الحكومات السابقة في هذا المكان بالذات جاءوا بمخططات، وأيضا كل مخططاتهم كانت تنادي للدولة الاجتماعية، لتطبيق القانون، لإرشاد المال العام، لحوكمة الإدارة، ولكن على أرض الواقع غير ذلك. البرنامج هذا فيه إجراءات كثيرة لكن يفتقد للرؤية، الرؤية الاقتصادية ما كانش. ماذا نقصد يعني؟ وش نحوسه من الجزائر؟ الجزائر الآن في آفاق 2030، من المفروض أننا في آفاق 2030 نتكلموا على دخولنا في الجيفان، ندخلوا للجيفان، ندخلوا للدول. إذا كان ما عدناش هذا في مشروعنا في 2030 رانا مازلنا ناقصين، ومازلنا نتكلموا على إجراءات فقط لتهدئة بعض الشرائح لا غير. ضبط جدول زمني لتجسيد المخطط الحكومي وتحديد موارد تمويله والتخلص من الممارسات السابقة أبرز اقتراحات نواب الغرفة السفلى للبرلمان للسير نحو التغيير المنشود. جل النواب تساءلوا ما هي الأجال، ما هي الآليات، وما هي منابع التمويل التي تعتزم الحكومة الارتكاز عليها من أجل تحقيق هذا المشروع الذي أقول أنه طموح، وإن تحقق سيحقق الرفاه للجزائريين. نتمناه في المخططات القادمة أننا نتجاوز الحديث عن القدرة الشرائية وعن السكن وعن الطرقات إلى غير ذلك، ونمشي إلى الرؤية الاقتصادية، يعني نتكلم على معدل النمو، نتكلم على الاقتصاد إلى غير ذلك. مصارحة المواطن بالحال الذي يوجد عليه البلد، يعني بوضع مسح لكل قطاع، وبعد ذلك وضع ما يصبو إليه وما تصبو إليه الحكومة وفق جدول زمني، وفق إحصاءات دقيقة، وفق نسب معينة. استعادة الثقة وتجسيد مطالب الشعب تحديات حكومة عبد العزيز جراد قبل المصادقة على مخطط عملها في عهد يوسم بالتغيير في انتظار التطبيق.